رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في برنامجكم جاي الضحى. في هذه الفقرة راح نتكلم عن فريق تطوعي كويتي قاموا بكثير من المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت. فريق صناع الخير التطوعي، خلوني في البداية أرحب بأعضاء هذا الفريق. شيماء، حياك الله معنا. شيماء الطباخ، حياك الله. صباح الخير. صباح الورد. وأيضا معنا نوف الأسدي، حياك الله في برنامج جاي الضحى. الله يحييك حبيبتي يا هلا. في البداية شيماء، ودنا نعرف كل متابعينا عن فكرة انطلاق فريق صناع الخير التطوعي. نعم، فريق صناع الخير فكرة بدأ فيها المهندس هاني المذكور، آمن فيها شخص آخر رحمة الله عليه الدكتور عبد العزيز الحسن في 2019. كانت الفكرة ناتجة عن إيمانهم بأهمية العمل التطوعي ومدى تأثيره على المجتمع وشلون أنه ينهض في المجتمع الإنساني. فهذه الفكرة كبرت شوي شوي، تحولت إلى فريق، فتح باب التطوع، انضم لهذا الفريق نخبة جميلة من أبناء المجتمع مختلفين في تخصصاتهم، مراكزهم الوظيفية، انتماءاتهم وطوائفهم، ولكن اجتمعوا كلهم على هدف واحد اللي هو صناعة الخير. بدأنا من 2019 لله الحمد إلى يومنا الحالي. فريق متنوع بأعمال متنوعة، أعمال التطوعية داخل الكويت ممتدة إلى خارج الكويت. نعم. تحول من شخصين، احنا دائما نقول 1+1=80، قابلين للزيادة. 80 هذول أعضاء الفريق وموفقين إن شاء الله من خلال حملاتكم التطوعية. ومثل ما ذكرت في المقدمة نوف، أن عندكم أعمال تطوعية، كلمينا عن أبرز الأمور اللي تسوونها اللي داخل الكويت وخارج الكويت أيضا. طبعا احنا اغلب اعمالنا متركزه داخل الكويت، خلينا نقول 80% تقريبا من اعمالنا داخل الكويت، لايماننا بمبدا يعني الاقربون اولى بالمعروف. نعم. فاحنا نحب ان نركز على المحتاجين داخل الكويت، واللي يعني لهم يعني مساعدات معينه ممكن نقدمها لهم هني. نعم. ولنا 20% طبعا خارج الكويت. قدمنا وايد اعمال هني داخل الكويت على يعني مختلف الانشطه، كان لنا انشطه مجتمعيه، يعني انشطه بيئيه وخيريه ايضا. نعم. تتمركز يعني اعمالنا وايد، يعني لو بعطيك بعض الامثله يعني المهمه اللي سويناها، على سبيل المثال الغارمات بالكويت سكرنا بعض ديونهم اللي هم كانوا مسجونين طبعا ولله الحمد طلعوا، على سبيل مثلا سكرنا بعض إيجارات. نعم، الأسر المتعففة كان عندهم إيجارات، وخاصة نعم. في فترة الجائحة ضاقت عليهم الديون، فالحمد لله سكرناها عليهم. كان في عندنا من أهم المبادرات اللي سويناها الشهر اللي فات كانت مبادرة نعمتي، وكانت حملتها كبيرة جدا، وفرنا فيها شاحنات مبردة لبعض الأطعمة الفائضة عن الحاجة اللي كانت ترمى للأسف في مردم النفايات حسكم الله. فكان الهدف أن احنا ننقلهم في يعني سلال غذائية ونعطيهم للأسر المتعففة بطريقة نعم. جميلة وجيدة، بطريقة تحفظ كرامتهم. نعم. هذا بس داخل الكويت. أما عندنا يعني خارج الكويت طبعا تعاملنا في أكثر من مكان وأكثر من قارة. في أفريقيا كان عندنا مشاركات في الأبار الارتوازية، كان عندنا حملات الإبصار مشاركات فيها. نعم. وآخر حملة شاركنا فيها اللي هي راح تكون حاليا في شهر أكتوبر، اللي هي افتتاح مجمع عبد العزيز الحسن. نعم. التعليمي. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أنا ودي أعرف تفاصيل هذه الرحلة اللي راح تكون خارج الكويت في تركيا تحديدا. نعم. يوم 20 أكتوبر، كلمينا شيء ما عن هذه الحملة التطوعية اللي مسوينها. بإذن الله راح تكون الرحلة الأسبوع القادم 20 أكتوبر تحديدا. نعم. راح ننتقل وفد من ثلاث جهات، من أسنان تاور إن شاء الله، من جمعية النجاة الخيرية، وفريق صناع الخير، نتجه إلى مدينة أورفا في تركيا لافتتاح مركز تعليمي. هذا المركز إذا أقولت قصته باختصار هو حلم دكتور عبد العزيز الحسن رحمة الله عليه، كان بتأسيس مدرسة للاجئين والأطفال هناك اللي كانوا محرومين من التعليم، ففتح باب التبرع لإنشاء هذه المدرسة، ولله الحمد لأن أهل الخير ما شاء الله عطائهم لا محدود وما قصروا، فاضت التبرعات لدرجة أن سمحت أن نسوي مركز تعليمي متكامل. ما شاء الله. من مدرسة إلى ثلاث مدارس، ابتدائي متوسط ثانوي، نتج مركز تعليمي متكامل، كل مدرسة بإذن الله راح تستوعب 1000 طالب إن شاء الله. فهذه الرحلة راح تكون إن شاء الله افتتاح لهذا المركز التعليمي اللي قرر الفريق والجهات المعنية
تسميته تخليدا لذكرى الدكتور راحل عبد العزيز الحسن ان شاء الله. نعم. ويكون صدقه جاريه عنا وعن ارواح المتبرعين. نعم. اموات المتبرعين صراحه يعني احنا دائما فخورين بالفرق التطوعيه الكويتيه اللي اعمال الخير قاعد تمتد ايضا خارج الكويت وقاعد تكبر. يعني بلشتي حديثك استاذه شيماء في ان الفريق انطلق من 2019 لكن قاعد تجتهدون وتثبتون نفسكم في هذا المجال. ودنا نتكلم عن سنة 2020، كانت سنة استثنائية. أنشطة الفريق شلون تم التنسيق وشلون ركزتوا أعمالكم التطوعية؟ هل كان في جوانب معينة حرصتوا في 2020 أنكم تتقدمون هذه الأعمال التطوعية للمجتمع الكويتي؟ طبعا فترة 2020 كانت فترة فيها تحديات خاصة مع الجائحة يعني والإغلاقات اللي صارت، فبس لله الحمد يعني تجاوزنا هذه العقوبات. كان في تصاريح أخذناها معينة كنا نقدر نطلع فيها ونقدم المساعدات، يعني في مختلف الاتجاهات شاركنا في الحملات الإعلامية. كان عندنا يعني قلت لك على سبيل المثال الأسر المتعففة. صح. اللي وجهنا لهم بعض المساعدات، اللي ردوا من الرحلات الإجلاء قدرنا ان احنا يعني بفضل الله والتصاريح والتعاون اللي صار ان احنا نروح يعني ونسكر لهم بعض المواد والسلال اللي يحتاجونها. نوف بعد اذا ذكرتي قبل شوي سداد الايجارات الحق اللي ارتفعت عليهم الايجارات اثناء الجائحه وغيره، فطبعا كان الفريق له دور اذا تذكرين. صح كلامك. صح. فالحمد لله يعني احس ان الله وفقنا وتسهلت رغم الصعوبات. نعم. واضح روح التعاون، حسيتكم اسره واحده فعلا في مشاركتكم، يعني حتى شوف في نقل المعلومه للمتابعين. شيماء اكيد في متابعين لنا حابين ينضمون لفرق تطوعيه ومتشجعين، هل في طرق للتواصل معاكم؟ أكيد. في فريق صناع الخير؟ نعم يعني الفريق مفتوح للجميع، مثل ما قلت في البداية احنا 1+1=80 قابل للزيادة، واكيد المتطوعين اللي حابين ينضمون هم الزيادة اللي تثري الفريق وترفع من شأنه اكيد في المجال التطوعي. عن طريق التواصل معنا على حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. احنا موجودين ونستقبل المتطوعين، اهلا وسهلا فيهم دائما. نعم. نوف العمل التطوعي كثير ما يعلم الانسان امور كثيرة. في اشخاص انا قابلتهم صارت نقلة نوعية في حياتهم من بعد ما اتجهوا للعمل التطوعي، وفي أشخاص خلال التاريخ سمعنا عنهم أنهم كرسوا حياتهم أساسا فقط للعمل التطوعي. أنت شخصيا نوف مستقبلا هل مفكرة يعني يكون الجانب الأكبر في حياتك في الجانب التطوعي؟ والله هو يعني أنا دخلت فيه عن طريق الصدفة. نعم. ويا أجملها من صدفة، يعني احساس عجيب. انا يعني من دخلت في مجال العطاء ما تقدرين توقفين، ما تقدرين تقولين يوم واي مالي خلق اروح، ما تقدرين، لان تحسين انه لا يفوتني يعني مثلا فرصه جميله اقدم فيها خير وما اقدر. صدق يعني مشاعر حلوه مختلطه، القدره على العطاء احساس يعني ما تقدرين تشعرين فيه الا اذا جربتيه. نعم. لان لما تشوفين رده فعل الشخص الثاني شيء يعني ما ينوصف. يعني أكيد يعني وقيمة مهمة في الحياة أن احنا نتعلمها العطاء وما ننطر المقابل لما احنا نعطي، وخاصة لما نعطي الشخص اللي فعلا يستحق ومحتاج هذا العطاء راح يفيده، راح يخليه يتقدم في حياته. مثل ما ذكرته ومن خلال عملكم التطوعي قاعد تتجهون لأكثر من مجال وجانب، يعني منها التعليمي الصحي. شيماء أنت بالنسبة لك العمل التطوعي شو اللي غير فيك؟ والله العمل التطوعي دائما الفكرة السائدة عن التطوع هو عطاء بدون مقابل، أنا أختلف مع هذه النظرة، أنا أشوفه عطاء وبمقابل يعني وايد عظيم. أول مقابل يرجع لك الرضا الداخلي عن حالك، لما أنت تكون شخص معطاء، لما أنت تعطي هذه قمة الرضا، فأنا أشوفه هذا مقابل، لما الإنسان يكون عايش في رضا داخلي هذا مقابل، عرفتي؟ فغيرني حسسني ان الحياه فيها متسع، ان انت تعطين وتسوين، لا انطر ان انا مثلا ايش بيرجع لي من هذا العمل، شنو بيرد لي ماديا من هذا العمل، لا المردود المعنوي وايد اثره اكبر.
وايد أثره اجمل. فانا بالنسبه لي كان نقطه تحول العمل التطوعي للامانه، اللي احس انه صار جزء لا يتجزأ من حياتي، ناويه باذن الله اني استمر فيه ان شاء الله. الله يوفقك يا رب. يا رب. نوف، هل في مشاريع مستقبليه غير يوم 20 اكتوبر قاعد تخططون لها داخل فريق صناع الخير؟ الحمد لله. اي نعم، في وايد مشاريع. اهم هذه المشاريع اللي حاليا احنا قاعد نركز عليها مشاريع التشجير والتخدير داخل الكويت. ابتدينا السنه اللي فاتت في الشتاء، بدينا واطلقنا اول حمله تشجير عندنا اللي هي اسمها نبيها خضراء، كانت بدايتها في منطقه الوفره السكنيه. طبعا احنا كنا مهتمين في جانب التشجير بسبب تدرين الكويت مناخها شوية حار صحراوي. نعم. ناشف، ومع المشاكل اللي قاعد تسمعينها حاليا الاحتباس الحراري وكذي، كان ودنا نغير ونقدم تغيير ممكن يساعد في حفظ البيئة. أو هو مو بس منظر جمالي التشجير، ولكن أيضا هو فيه له فوائد كثيرة، تخفيف الأتربة يعني خاصة بالكويت. حتى على حق النفسيه يعني لما تشوفين الشارع فعلا هو منظر جمالي. نعم. فرق لما تروحين ممشى تمشين وكل شيء يريمك على مكان يكون ما في ولا شيء غير شارع فاضي. صح. يعني صدق يغير النفسيه ويعدلها. فابتدينا الحمد لله واستمرينا لما شفنا الاقبال الكبير. نعم. وشفنا ردود الافعال الايجابيه، بالعكس تحركنا، والحين وصلنا يعني الاسبوع اللي فات حق ثالث حمله تشجير. وان شاء الله ان شاء الله في يعني المزيد منهم يعني قادم باذن الله، في خطط ان شاء الله. ان شاء الله. شيماء، يعني لابد ان الافراد لهم دور كبير في العمل التطوعي وتشجيعكم، لكن اكيد القطاع الحكومي والخاص داعم، يعني كثير ما نسمع عن دورهم البارز. بالنسبه لفريقكم، هل حصلتوا على هذا الدعم؟ هل في تواصل؟ نعم، لله الحمد. الفريق يعني انا ما ادري اذا ما ذكرت في البدايه، الفريق مجهوده هو البذل، ان العمل الجانب العملي دائما يكون بالتعاون مع احد الجمعيات. نعم. الخيريه الموجوده في البلد، عرفتي، وتكون معتمده من وزاره الشؤون طبعا. فالتعاون بين القطاعين وارد وموجود، ويكاد يكون هو الاساس. نعم. عرفتي، ان نحصل دعم من الجمعيه، او مثلا الجمعيه يكون عندها مشروع معين، يلا صناع الخير انتوا الايادي العامله وانتوا الايادي المنفذه لهذا المشروع. فالتعاون نعم موجود بين القطاعين. نعم. شكرا لكم، نورتوني في برنامج شاي الضحى. شكرا لك شيماء. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. ننتقل معاكم متابعينا لفقرتنا الاسبوعيه اللي دائما ننطرها مع الاستاذه جنان الجناعي، تابعوها.